السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة. عندكم رقمين إلى أبناء الداخل عايشين إخواننا وأهاليتنا بالعراق من شمال إلى جنوب، يقدرون يتصلون على واحد من ذن الرقمين الفوق، وعندكم رقمين جوا للمشاركة من خارج العراق بالنسبة للعراقيين عايشين في دول المهجر أو الأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط. أتمنى تشاركونا على واحد من ذن الأرقام، وعندكم رقم على إشارة الواتساب تقدرون تدزولنا رسالة على رقم الواتساب في حال ما قدرتوا تحصلون على واحد من ذني الأرقام، حتى نسمع آراءكم بشأن ما نعرض أو ما عندكم من مواضيع تردون تطرحوها على قناة الرافدين. نبدأ حلقة اليوم من ملف التظاهرات المطالبة بتوفير التعيين وفرص العمل في بغداد. تجددت اليوم التظاهرات من قبل عشرات من خريجي الدراسات العليا وخريجي المهن الطبية والصحية وأيضا كليات البيطرة والطلاب الأوائل قرب المنطقة الخضراء ووزارة التخطيط، طالبوا بتوفير فرص عمل لهم بوقت وصلت به معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة بحسب بيانات رسمية. خلونا نتابع هذا الفيديو. دماء الشهادات العليا بيض الحكومه الماليه العليا. اذا مشاهدينا الكرام، هذا جزء من جانب التظاهرات بالنسبة للخريجين، بدل ما توقف وياهم الحكومة وتحللهم مشاكلهم وتسمع مطالبهم وتنفذ لهم إياه. أظهرت فيديوهات تم تداولها أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي أو على منصات التواصل الاجتماعي قوات الشغب، وهي تعتدي على عشرات من خريجي الدراسات العليا وخريجي المهن الطبية والصحية وكليات البيطرة المتظاهرين بشكل سلمي بالقرب من وزارة التخطيط الحالية. أدى هذا الشيء إلى إصابة 5 منهم بجروح، وأشارت إلى أنه هم انهالوا عليهم بالضرب بعد أن رفضوا فض التظاهرة وتصدر وسم هاشتاغ الخريجون قادمون يا بغداد ترند العراق خلال الساعات الماضية، واللي انكتب بآلاف التغريدات المعبرة عن طموح وأحلام الخريجين بالتعيينات. خلونا نشوف هذا الفيديو. إذن الخريجون قادمون يا بغداد، هذا الهاشتاغ اللي أصبح ترند اليوم بالعراق. اختارينا لكم بعض التغريدات حول هذا الموضوع، وأول التغريدات اللي اختاريناها لكم من كوثر الدراجي، تقول نطالب ونناشد بإصدار قرار من مجلس الوزراء يسمح بالتعاقد مع الخريجين من أجل النهوض بالواقع التربوي الذي يعاني نقص الكوادر التربوية. أنصفوا أبنائكم الخريجين الذين يطالبون بحقوقهم منذ أكثر من سنة ولا من مجيب لمناشداتهم. هاشتاغ الخريجون قادمون يا بغداد. ومحمد عدنان التكريتي يقول
أجزم أن الطبقة السياسية تريد محق العراق من خلال استهداف الطلبة والخريجين لأنهم الأمل لبناء العراق، وهم لا يريدون ذلك ولأنهم طبقة فاهمة ومثقفة ولا تتبعهم وتقف في وجوههم. إذا بقي وضع البلد هكذا أو لم يحدث تغيير فالتعليم إلى الهاوية وعموما الجهل. هاشتاغ الخريجون قادمون يا بغداد. وسيف الماجد يقول: عندي صديق خريج ابتدائية موظف بوزارة الخارجية، وأنا خريج بكالوريوس وأشتغل حمال بالشورجة. هاشتاغ الخريجون قادمون يا بغداد. ومحمد عباس يقول: الخريجون قادمون يا بغداد. نعم نعم، لتحقيق أحلامنا وخدمة بلدنا وإنقاذ التعليم من خلال زج طاقات الشبابية لوزارة التربية لأداء الرسالة المقدسة وهي رسالة العلم والتعليم. خريج التربوي في العراق مهمش. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هاي التغريدات حول قضية هاشتاغ الخريجون قادمون يا بغداد. وشفتوا بالفيديوهات اللي بيناها لكم تظاهرة في العاصمة العراقية بغداد بالنسبة إلى خريجي كليات المهن المهنية والطبية والبيطرة اللي طالبوا بالتعيين، واعتداء قوات الشغب عليهم، الأمر اللي أدى إلى إصابة 5 من هؤلاء المتظاهرين. أبو علي من لندن، حياك الله يا أبو علي. يحييكم، سلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي، مظاهرات، أنا ألف مرة قلتها، استهمت ما أعرف استهمت شلون أقول عليها، مظاهرات سلمية ما تنفع مع هذول العصابات. نعم. ما تنفع مع العصابات عمي، دولة محتلين، مجرمين، قتلة، إرهابيين، دواعش، عملاء خونة. أنت رايحين تظاهرون بوابة الخضراء، يعني ايش تنتظرون منهم انت ذولا؟ ايش تنتظرون منهم؟ لا. اخي هاي تفضل، الشعب صار له 10 سنوات يتظاهر، ده يتظاهر، شنو فائده؟ شنو سووا ذولا؟ اكو واحد بيهم ذولا قدم استقاله؟ ذولا اللي ما عندهم شرف كلهم في البرلمان، الوزراء، رئيس وزراء، رئيس جمهورية، اكو واحد قدم استقاله؟ اكو واحد طلع اعتذر؟ لا، الساجه يتآمرون بيناتهم. المالك يقول انا اذا اصير رئيس وزراء أتعهد الشعب. أخي ذولا ما يستحون، ذولا لا عدم شرف ولا عدم غيرة. فأنا أطلب من الشعب العراقي يا أخي، من الجنوب للشمال حتى الشمال، أخي اطلع مظاهرات، اطلع مظاهرات وسقط هاي الفاسدين المجرمين القتلة. يعني ما أعرف إيش تنتظرون منهم، إيش تنتظرون منهم؟ وظائف؟ ما يعطوكم وظائف عمي، هاي الوظائف بيناتهم، بيناتهم ابن خالته وابن عمته وبيناتهم هاي الوظائف. اذا مو حزب دعوه ما توظف، اذا مو مجلس الاعلى ما تتوظف، اذا مو تيار الصدري ما تتوظف، اخي ما تتوظف. نعم نعم، شكرا شكرا لك ابو علي. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. سعد برنامج وللقناه يا استاذ. حياك الله. اولا يا استاذي، النشامه والظلم وبحرية طبعا. نعم. ولكن يا أستاذي لازم يعينون العاطلين عن العمل بالنسبة للبرلمان وأيضا الحكومة، يعينون العاطلين عن العمل ولو تعيش الكرامة كما قلت يا أستاذي. وأيضا بالنسبة للاعتداءات وجرائم العنف على المتظاهرين، مظاهرة سلمية يا أستاذي، منهم لله وعليهم من الله ما يستحقون. الذين يؤذون المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم. وتحياتي. شكرا شكرا لك أخ سعد. محمد من أمريكا، حياك الله. السلام عليكم وحيا قناة الرافدين. حياك الله أخوي. سعد أسد، عمري من 2003، هم سووا رحمة والديك، لا ناشط خصائم لعدهم، لا طالب، لا دكتور، كفيلك الله دولة الشغب، دولة كفيلك الله، تابعين للأحزاب، لإيران للأحزاب، كفيلك الله، هم قتلوا الشعب دولي، والله العظيم الشعب أسر عليهم مو بالهذا بالأسلحة، أحرقهم حرق، هم هذا الكاظم سنة راته ما شلغم. نعم. يفتر على إيران، يفتر الدول، كل الدول اللي يفتر بيها يروح يتوتر بيها غير إيران. عم دمروا البلد دولي، دمروا، كفيلك. نعم. الله، لازم الشعب كله ينهض، كل المحافظات تقوم، كل المحافظات، يعني مو محافظة قابة محافظة نايمة. عم كفيلك الله، دولي تابعين كلهم لإيران. نعم
نعم، شكرا شكرا لك اخ محمد. ننتقل الى واحد من اهم هموم شعبنا العراقي، وواحدة من ازمات العراق اللي تأبى ان تفارق هذا البلد بوجود فساد بالمليارات انصرفت على هذا القطاع. نحكي اليوم احنا عن قطاع التيار الكهربائي او قطاع الكهرباء اللي يعاني منها العراقيين، خصوصا فصل صيف لاهب بالعراق، وكل العالم يعرفون درجات الحراره بالعراق ليش قد توصل. ناشط من محافظه البصره ينقل معاناه اهالي قضاء لمدينه بسبب تردي قطاع الكهرباء، ويتساءل عن المليارات اللي انصرفت بهذا القطاع واللي ما تحسن بها شيء بكل مدن العراق من شماله الى جنوبه. خلونا نتابع. عليكم أعزائي المشاهدين، صار أيام ننتظر تنحل أزمة الكهرباء، قالوا عطل بالرميلة وبالخطوط الناقلة، لا زال إحنا كمدونين ومراقبين ننتظر لحد هذه اللحظة. يا ترى العطل ما تعالج؟ البصرة لا زال ارتفاع درجات الحرارة مستمرة 50 أو أزيد من 52، وحسب تقرير محافظ البصرة والنائب الأول محمد طاهر التميمي يقول صرفنا مليارات طائلة من البترودولار على كهرباء البصرة، وأيضا محافظ البصرة وعدنا وزامط قال راح أفصل إنتاج البصرة وكهرباء البصرة عن المحافظات لكي تستقر الكهرباء في مدينة البصرة. مع كل الأسف جاي نشوف صمت في هذه السنة وهذه اللحظات من قبل الحكومة المحلية بإطفاء الكهرباء والأعطال المتردية، وحسب ما وجهونا الأخوة العاملين في الكهرباء الإنتاج والتوزيع قالوا عطل بالرميلة، صار أسابيع والعطل ما نعرف ما تعالج. أكو صمت حكومي ورغط بالموضوع، وبالتالي كنا بعديد من المستشفيات جاي تطفى الكهرباء عليها وسط البصرة. يعني توقع أول يروح المستشفى حكومي فقير أموره تعبانة، وبالتالي تطفى الكهرباء نعم. إذن هذا واقع الكهرباء في قضاء المدينة. اختارينا لكم بعض التعليقات من موقع فيسبوك حول انقطاع التيار الكهربائي في قضاء المدينة ومناشدة الناشط طارق أسعد، يقول انصرفت موازنات انفجارية عملاقة للكهرباء والكهرباء بين الحياة والموت. ويوسف الفرطوسي يقول وعود كاذبة من المحافظ في محافظ البصرة، يقصد بسبب حكي من سنة 2019 قال راح أفصل البصرة واليوم ماكو شيء. وأيضا مرتضى العيساوي من 17 سنة ما سوى لها حل، تريد أيام لو أسبوع يصلحوها. وزياد عبد الصمد يقول ملتهي بشركاته ومقاولاته ويطور بالنرجس، ثلثين موازنة البصرة رايحة للنرجس والبصرة حالها الضيم حالها. إذا مشاهدينا الكرام تكلمنا عن الاعتداء على تظاهرات الخريجين في العاصمة بغداد، وأيضا انقطاع التيار الكهربائي. جبلي من البصرة حياك الله. عليكم السلام والرحمة. شنو ذنب المتظاهرين الذين يتعرضون للاعتداءات من قبل العصابات المجرمة هذه الموالية للأحزاب؟ هذه العصابات المجرمة يعني موالية للأحزاب الغاشمة التابعة إلى إيران، هذول ما لا يزيدون معاناة ويزيدون قهر بالنسبة لهذه العصابات وهذه الميليشيات الإرهابية وعلى رأسها ميليشيات وكل عناصرها المجرمين المفسدين الله وكيله، وكلهم حتى لو قد حصلت مظاهرات من أي مدينة فهم يقنعونهم بكل وسائل القمع بالنسبة لأولئك المجرمين أولئك العصابات. أي أيوة والله. وحتى الجيش الحكومي، الجيش الحكومي كذلك هم هو مشارك بال على الاعتداءات على المتظاهرين في عدة محافظات. اي والله. وكلهم هم قدم المحتل، كلهم هم اما الميليشيات ميليشيات الحشد الشعبي وسرايا السلام وكل هؤلاء الطغاة المفسدين المستكبرين. طيب. كلهم هم قدم المحتل. طيب اخوي عزيز اريد اسالك سؤال، انت من محافظة البصرة صح؟ ايه.
زين، حكينا بالملف الثاني عن انقطاع التيار الكهربائي بالمحافظه، ووعود اسعد عيدادي بفصل الكهرباء في او فصل البصره عن باقي المحافظات الاخرى حتى تستقر الكهرباء بها. احكي لنا عن واقع الكهرباء يومكم. والله قطع الكهرباء يمنا اجود. نعم. جبتونا بس ساعتين وقطعوها لك يا بضع الساعات. اي والله لا ليل ولا نهار. اي والله. وبضع الكهرباء كلك من ناحيه الكهرباء والمي. بعد مره. وعلى يد هذه العصابات الحاكمه اليوم. اي والله. نعم. وعلى يد هذه الميليشيات وهذه رجال الفساد. والله رجال سرقات لصوص بسببهم هؤلاء. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك اخوي عزيز الجبلي من البصره. عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. عبد الرزاق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يسلمك ربي. احنا بخير، انتم شلونكم؟ الله يبارك فيك. الله يسعدك. بارك الله فيك. بالنسبه للمعاناه العراقيين هذه معاناة ما تنتهي. نعم. وجود الطبقة السياسية الحاكمة بسبب سوء الإدارة والفساد اللي تقود هذه الطبقة السياسية. نعم. أكو مقولة للشرشال يقول يصنعون من الحمقى قادة ثم يسألون من أين يأتي الخراب. من أي... نعم. يا أخي مو أنت اللي جبت، أنت اللي انتخبت هذا الشخص واللي خليته ممثل عنك، وشوف هاي النتيجة، هاي النتيجة هو هذا الشخص اللي أنت انتخبته، هذا وصلك، يعني أنت وصلت إلى قمة البرلمان، وهاي اللي سواء بالحكومة أو بالبرلمان، هاي النتيجة، يعني بقى يفكر بس بمصالحه، فيا ريت الناس تكون تدرس بالمستقبل عن ان ينتخبون الناس الشرفاء او يقاطعون الانتخابات، لانه هي بالاصل الانتخابات هي للفاسدين، للناس اللي غير مخلصين لبلدهم. فهذا هذا هذه النتائج مالتها. يعني هسه شوف هذا رئيس الحكومه، رئيس الحكومه مبارك مصطفى الكاظمي، مصطفى الكاظمي ينطبق عليه المثل العراقي اللي يقول خفت البيت وزينه للغريب. يا اخي انت يعني صالح البلدان وما اعرف ايش بين ايران والسعوديه وبين ايران والاردن. يا اخي انت من بحالك، انت دباغ الشعب تحل مشاكل بلدك، تحل مشاكل هاي الخريجين، حل مشاكل الفقراء، حل مشاكل البطاله، يرصد الشاطير. يا اخي انت بيتك عوله. بيتك عوله وبعدين عود تحرش لي للجار. ما اعرف يعني هالاشخاص ذولا منين اجوا؟ ما عندهم عقول، ما يفكرون ببلدهم، ما عندهم يعني وعي ووعي يعني سياسي، ما عندهم ضمير انساني. ياخذون البلد للهاويه وتشوفهم بعيدين عن كل البعد عن البلد. نعم. ما اعرف يعني النهايه وياهم ما في سياسه. تحياتي لك. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. عبد صالح من الحويجه، حياك الله يا عبد. حيا ودوم، بارك الله فيك. يبارك الله. الان انا على الهواء. اي اخوي تعال الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام يا غالي، تفضل. اخي العزيز شلونك، اخبارك؟ الحمد لله بخير، انتم شلونكم؟ احنا خريجين 2019 2020، نعاني من قلة التعيين في المحافظة، ولم يذكرنا أي شيء بهذه التعيينات أبدا. فنطالب من الحكومة العراقية بإسناد هذه الوضعية التي احنا جاي نمر بها. إيه. فنطالب منكم أن تسمعون صوتنا، احنا كطلاب خريجين نعاني أكثر منذ 4 سنوات لم يشملنا أي تعيين، ونحن على من خريجين الدور الاول. نعم. فنتمنى ان يصل صوتنا الى وصل كل المسؤولين. عبد يعني انت سمعت، يسمعوكم المسؤول على هذا الشيء. نعم نعم.
وصل صوتك ان شاء الله وسمعوك. شكرا شكرا لك عبد الصالح. واحده من المناشدات اللي تتكلم عن اول ملف اخذناه يعني اليوم حول التعيينات. ابو حارث من تكريت، حياك الله يا ابو حارث. ابو حارث، ابو حارث نصي لي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون اخوي العزيز. انت ابو حارث تسمعني؟ السلام عليكم. سلفات. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخوي. شو صح اخوي العزيز؟ نحمد الله على كل شيء، انتم شلونكم؟ ان شاء الله ان شاء الله يا غالي. شو صح شلونكم؟ الله يخليك، تفضل اغاتي. نشكركم، نشكر هاي القناه الشريفه، بس هاي القناه والله تابعها هاني، قناه شريفه وفيها واجبنا شيء. والله العظيم واجبنا هذا اخوي. احفظكم ان شاء الله، والله يعمل الرواتب مرة على اجتماعية، ليه يطلعون الرواتب شيء؟ رواتب الدولة إلى متى إحنا نظل نشحنا والدولار يطلعون به؟ شبي راتب الرعاية الاجتماعية يعني من رحت على مؤسسة الرعاية الاجتماعية شو يقولوا لك؟ على هذا الشيء يعني بس واسطات. أبو حارث من رحت على مؤسسة الرعاية شو يقولوا لك؟ تسمعني أبو حارث؟ إيه أسمعك سلف. أقول لك من رحت على مؤسسة الرعاية وطلبت راتب رعاية اجتماعية شو يقولوا لك؟ شو يجاوبوك؟ شنو اللي دا يصير؟ يقول كلهم يقول ماكو ماكو، أنا رحت أبو داي رحت على المحافظ ودزني على أبو الرعاية، وأبو الرعاية يقول إيه بعد شهر تعال، ورحت ورا ست شهور رحت حقيت حتى ما يقولون. ورحت وما وماكو لك. نعم. قالوا اسمي ما عندي واسطة، يقول ما عندي فلوس. والله العظيم. نعم. وصلت وصلت ابو حارث، شكرا شكرا جزيلا لك. واحده من المشاكل اللي يعانون من عدا العراقيين اليوم اكو بطاله، قله تعيينات، اكو ناس عاطله عن العمل، ناس ملاقيه تشتغل وملاقيه تاكل، تحتاج الى رعايه من هاي الدوله، من المفترض انه الدوله ترعاهم في فتره من الفترات، تدور لهم شغل بنفسها في فتره من الفترات، لكن اللي دا يصير لا اكو تعيينات ولا اكو رواتب رعايه اجتماعيه. عبد صالح اتكلم عن التعيينات وابو حارث تكلم عن العائله الاجتماعيه. ابو علي من البصره حياك الله. ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي العزيز، انا بس بالنسبه حبيت اعلق على المتصل من البصره قبل قليل. اي على موضوع الكهرباء القضاء المدينه. نعم. احنا بالنسبه للبصره يعني عموما بالنسبه هي افضل من باقي المحافظات. هي افضل وهيك حالها؟ لا عاد باقي المحافظات شلون عايشه؟ لا لا افضل يعني الكهرباء اذا انقطع ساعه يعني انقطاع ساعه يعني مساله طبيعيه، اكو عطلات، اكو مولده طبيعية. ابو علي سؤال، انقطاع ساعه يعني البصره كلها كل قطاعات البصرة الإدارية تجيها كهرباء 23 ساعة باليوم؟ عزيز أنا بالنسبة إلي أقول لك على البصرة، باقي المحافظات أنا ما فاكر فيها. أبو علي سؤالي، كل قطاعات البصرة اليوم وكل أقضية البصرة ونواحي البصرة وقرى البصرة تجيها كهرباء 23 ساعة باليوم؟ أجزم لك على باقي الأقضية والنواحي، أنا قصدك هسه كمدينة البصرة على المنطقة الساكن بها أنا. بس أبو 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 علي احنا عندنا فيديو من قضاء المدينة يقول لك ما عندنا كهرباء، تجينا ساعة باليوم. ساعة باليوم؟ حبيبي العزيز أنا جاي أقول لك أنا على المستوى اللي أنا المنطقة اللي قاعد فيها. تمام. أنا الساكن بها يعني يعني حبيبي العزيز عيني انت، انا جاي اقول لك المنطقه اللي انا ساكن فيها يعني انا مو سمعت عنك وبعدين انت بيا منطقه بالبصره اخويا عزيز ابو علي؟ حبيبي انا بالباب الحيانيه وسمعت تعلق على محافظ البصره، يعني هو محافظ، انا اقول لك محافظ البصره بالنسبه لباقي المحافظين هو افضل محافظ، بس انا ما لي علاقه به، لا شايفه الله شاهد ورسوله ولا عنده اي علاقه. شلون افضل محافظ؟
ارض البصره اكو عمار حاليا بالبصره خير من الله بالمشاريع اللي هي اللي هو يملكها غير نعم بالمشاريع اللي هو يملكها لا لا المشاريع هو المشاريع اللي انت رحت شفت قريه السندباد ايش صاير بيها عيني حبيبي العزيز حبيبي هو لو نقاش نقاش على الموجود الواقع بس ابو علي بس اسالك سؤال رحت شفت قريه السندباد ايش صاير بيها لو لا المشاريع هو حبيبي العزيز ليش ما تحكي على داخل البصره انت ليش ما تحكي على القبله على باقي البصره على زين والملوحه بشط العرب عين الملوحه مسؤول عليها محافظ البصره مثلا اقول لك الله شاهد مو دفاعا عن محافظ البصره والنفايات اللي موجوده بشط العرب افضل 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 محافظ حاليا انا اللي جاي احاكيك هسه من الحيانيه طيب افضل ابو علي من البصره شكرا شكرا جزيلا لك ابو علي من البصره يقول انه اسعد العيداني محافظ البصرة الحالي هو أفضل محافظ موجود بالعراق كله من شماله إلى جنوبه أوجه هاي النقطة إلى أهالي البصرة أريدهم هم يردون على هاي الكلمة هل كلام أبو علي صح أم خطأ وشنو نسبة الصح بي من الخطأ وشنو وليش تشوفوا صح وليش تشوفوا خطأ شكرا لك أبو علي ننتقل إلى قضية ثالثة يمتاز العراقي بمساعدته وحب مساعدته للناس نوصف العراقي بأنه هو أبو الغيرة لكن ظهرت بعض الحالات الشاذة على المجتمع العراقي منها تحميل من يساعد الناس مسؤولية المصاب أو المتوفى اللي حاول مساعدته ثم يتعرض إلى تهديد ويجبر على دفع دية أو كما يسمى بالعراق الفصل مواطن من بغداد يحاول إنقاذ رجل مسن في الشارع لكن يوثق هو الحالة قبل ما يعني يساعد هذا الرجل المسن قبل ما أن يقوم بنقله إلى المستشفى لحتى ما يتعرض للمساءلة العشائرية الشيء هذا استنكر العراقيين واعتبروا أمر يقطع سبيل المعروف لا قلبه ولا بده هاي سيارتي سايبه وراح اخذ هذا الزلمه وهاي الناس شاهده العلاقه ما لي علاقه وهاي السياره راح اوديها الرجال باعوه مطلوب صعده بالسياره ما انت راح هذا الشيء اللي صار العالم استنكرته لانه يقول لك احنا العراقيين معروفين على بعضنا واحد يساعد الاخ لكن انه شخص يريد يساعد مواطن يصور على مود يبين هذا الشيء الناس ما قبلته عندنا فيديو ثاني هو يعكس معدن العراق الاصيل طلع شاب اسمه سلام الخيكاني ومن اهالي محافظه الناصريه عفوا محافظه ذي قار مدينه الناصريه اللي ما لقى وظيفه الامر اللي اضطر انه يبيع شاي شوارع العاصمه العراقيه بغداد سلام طلع بلقاء تلفزيوني على احد المحطات وناشد به الحكومه ان يوفروا له وظيفه عينه على المعيشه وردد اهزوجه الترمز كاسر ظهري وعليه خلينا نسمع سلام وعدنا النوم وعدنا الزين وعدنا الحار وعدنا الطيب شاي الخيقاني ومن الذقار مهيل اها وحلم اليوم اتعين ها وحلم اليوم اتعين وين اهل الغيره وحلم اليوم اتعين ها الترمس كاسر ظهري ها الترمس كاسر ظهري وين اهل الغيره الترمس كاسر ظهري صحيح اتمنى ويسمع صوتي ها اتمنى ويسمع صوتي ويشوف المسؤول اتمنى ويسمع صوتي والله العلي العظيم انا من الناصريه من سوق الشيوخ نعم. وهنا قاعد ايجار وكل شهر اروح لاهلي نعم. والوالد متوفي وعندي 11 نفر اتمنى اكون توصل متوفي. اي 11 نفر اي والله وينتظرونك تبيع شايات كل اسبوع كل 10 ايام تروح لهم لا والله كل شهر اللي اروح لهم شهر ونص مرات ومتزوج وعندي اطفال اثنين وانا خمسة ايام واجي هنا البغداد وهنا شهر ونص اتمنى من المسؤولين الحكومه العراقيه ان تنتبه عن الشباب هذا الفيديو أو اللقاء اللي طلع به سلام الخيكاني اللي ردد هزوجة الترمز كأس الظاهري بالوقت اللي صمت الحكومة أذانها عن الخريجين وعن سلام مو بس سلام وبعده أهالي مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار هبوا ولبوا نداء ابنهم سلام جمعوا له مبلغ من المال اشتروا له سيارة حتى يشتغل بيها واحتفوا به ورا ما رجع إلى مدينته من العاصمة العراقية بغداد خلونا نشوف Oh,
بداها بهزوجه ردوا عليه بهزوجه ثانيه القريش على قلبك الذبه بس الطب ذي قار. رواد منصه فيسبوك تفاعلوا من خلال التعليقات على هذا الموضوع وراح نقرا لكم بعض التغريدات اللي انوجدت اليوم واختارينا منها بعضها. ضياء الغرباوي يقول والنعم من مصنع الغيرة أهل الناصرية مو غريبة عليكم وقفتكم ويا ابن محافظتكم ربي يحفظكم من كل شر. فارس عويد يقول خطوة جبارة من شباب الناصرية الأبطال نأمل التكاتف والتعاون بين أبطال الناصرية لنرتقي بالناصرية. وحسن صباح يقول يعجز اللسان عن وصف غيرة وشهامة هؤلاء الأبطال ربي يحفظهم. والخالدي أبو أمير يقول كفوا والثلاث تنعام من أهل الخير أهل الناصرية أهل الكرم والجود. إذا مشاهدينا الكرام كان ملفنا الثالث يتكلم عن ثلاث قضايا أو عفوا قضيتين واحدة من أدها بيها طلب ورد. قضية الأولى اللي هي العالم استنكرتها أنه لما شخص يريد يساعد شخص اليوم يجد نفسه أنه هو مسؤول عن اللي ساعده. مثلا يصير حادث واحد اندعم أو وقع أو تخربط بالشارع يشوفه ينقهر عليه يجي يشيله بسيارته يوديه للمستشفى لا سمح الله توفى هذا الشخص اللي يبتلي به اللي وصله اللي ساعده اللي حاول أنه ينقذه أو يجري له اللازم حتى بين ما يصلون إلى أهله. تبدي الملاحقات العشائرية تبدي الفصل تبدي قضايا كثيرة يوقع بيها المواطن اللي يفكر يساعد الناس. هذا الشيء اللي بدأت الناس تتخوف ما عنده مثل ما شفته بالفيديو الأول بملفنا الثالث اللي قاعد يصور ويقول هذا الرجال واقع وآني سايق سايبة وراح أشيله وياي ويا ناس شهدوا آني بيها لو عليها قال له لا لا مالك علاقة إنسانية فقط. استنكروا الناس هذا الشيء تحولنا إلى ابن ذي قار سلام الخيكاني اللي طلع بلقاء تلفزيوني ويقول ترمز كسر ظهري إنه هو خريج وماكو تعيينات ويريد يشتغل لكن أهالي ذي قار جابوا له سيارة وقالوا له عوف هاي الشغلة وتعال استرزق من هذا الشيء اللي احنا جبناك إياه أو من هاي السيارة حتى ما تتعب. هاي هي نخوة العراقيين. ناصر من بغداد حياك الله يا ناصر. ناصر مرحبا أستاذ. مرحبا أخوي. أستاذ أثناء اليوم خصوصا المتظاهرين والله اليوم اللي عينهم أي. يعني تقريبا انا كنت حاضر هم يمهم تقريبا يم وزاره التخطيط يعني مؤلمه والله. يعني التقيت بواحد من الطلاب هو حالته طالب متظاهر وراجع للعمل يشتغل بمطعم عامل يشتغل بمطعم عامل بالكراده فخطيه بالسياره من التقيت به والله العظيم اقول لك راجاني يعني يقول انا وحيد لعائلتي وما لي حتى وحيد لعائلتي وبيت ايجاره هو محافظه نعم المحافظه ذي قار هو الولد راح فخطيه هو يستحق كل المساعده. يعني انت رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه او مسؤول الامر ولي الامر وزير التعليم يعني الصوت هذا شجي ما يهز مشاعركم وهذا تهمني اللي يعيش وراء مصرف وراء عائله وراء مستحقات فاحنا ليش ما نساعدهم ونعينهم على الاقل وقتي يعني سبب وقت صرفوا له راتبك 350 300 قد اللي يعيش والطالب هو نفسه طلب هذا المطلب الله العظيم اليوم استاذ التقوية بالسيارة هو نعم خطيه يشتغل عامل بمطعم يستلم 5:30 في العصر يقولوا وبالشهر 600,000 اخذ يوميا 20,000 يحسب له ابو المطعم اضافه الى انه منامه باللي هذه فيعني هو طالب ومن دراسات المحترمة ومعدلة 95 استاذ عفل يعني ما اعرف شو تقول معدلة حكالي هو الولد معدلة 95 يعني من المتميزين البلد شلون راح ينام يعني البلد شلون راح ينام اذا هاي الكفاءات ما يستوعبوها اذا ما يستوعبوها بالتاكيد انه البلد يروح الهاوية مع الاسف والله انه هذا طالب مجد ومجتهد ومحافظات والله بالسياره بك والله العظيم نعم نعم صادق صادق نعم شكرا شكرا لك اخ ناصر. محمد من عاصمه الرشيد بغداد حياك الله اخوي. الله محييك استاذ السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. استاذ على مود المظاهرات احكي لك على المظاهرات اللي مظاهرات الخريجين نعم نعم المظاهرات السلميه ما تفيد وياها الحكومه
مظاهرات السلميه في دوله متحضره، دوله تحمل الانسانيه، دوله قوله واعيه. فهذول عصابات وميليشيات وقتلوا مجرمين. فهذول المفروض مو اسوي مظاهرات، المفروض اسوي ثوره عليهم. لان دول اساسا ما يعرفون شنو معنى المظاهره السلميه، ما يعرفون معنى المظاهره السلميه والمظاهره غير السلميه. زين اخي محمد، انت تقول التظاهرة تكون لما نكون دولة متطورة، لكن ذولا قتلة لازم أقيم عليهم ثورة. راح يجيك مواطن، أنا راح أسألك لغة الشارع، راح يجيك مواطن شاب صغير عمره 20 سنة توه بادي حياته ويقول لك زين مو إحنا سوينا ثورة تشرين ماتوا من عندنا آلاف، زين شو نسوي بعد؟ هي ما تكفي هاي ثورة. أيه. الثورة هم صارت هي الثورة المظاهرات على الحكومة. أيه. البداية احتجاجات وهاي. بس هاي الأسخار هاي من قوة الأمم المتحدة من سوت لقاءات في العالم قالوا لها إحنا نريد نطالب بالكهرباء ونريد نطالب بالحصة ونريد نطالب هذا. شافت هذول ما يريدون يغيروا الحكومة، نظرة هي نظر هاي الأسخار. شافت هذول قالوا بعض الناس قالوا هذول ما يريدون يغيرون الحكومة، يريدون الحكومة شوية تعطيهم مساعدات وشوية تجمل لهم الأوضاع. يعني باعتبار إحنا دولة متنعمين. من وقت هذا التقرير وسجلت الأمم المتحدة وقالت لهم قالوا هذول ما يريدون يغيرون الحكومة، يريدون شوية الحكومة تنظر. نعم وصلت لأنه نعم. العراق عايش بلد لأنه عايش العراق بلد متقن بين كل شيء. نعم. فهذول من صارت التظاهرات ما تشرين المفروض أنا عتبي عن الناس صاحبين أملاك بالعراق، الناس اللي عندهم واصلين، الناس اللي يحبون بلدهم اللي عندهم إمكانية. يعني أنا أقول لك والله العظيم خلنا نحكيها بهاي الصورة، خلنا نحكيها بهاي الصيغة. نعم. يعني يتحضر الجيش من الشعب لتسقيط الحكومة، اللي عنده كفاءة واللي عنده اللي يقدر يمد الناس. أكو ناس هواية تقدر تسقط الحكومة. أنا ما أقول لك أعطيني داعي أقول لك والله أريد أسقط، يعني مثلا أقول لك أسوي بلبل أو شيء، بس هذا الواقع. يعني هاي الحكومة دمرت الشعب وتعرف التجنن هذا. فلازم تقوم ثورة قتالية ضد هاي الحكومة لتغييرهم. يعني من مظاهرات السلمية ومظاهرات السلمية، يعني أنا نشوف دولة من يقمعوهم وضربوهم وهاي عبالك واحد جاي من القمر بيسوي مظاهرات ما يقول هذا من بلدي. بس دولة علموهم قالوا لهم أي مظاهرات أي واحد يمشي على الحكومة على السياسة يعتبر إرهابي، يعتبر هذا كذا وكذا وكذا، يطلعوه من كل شيء يعني يجردوه. فقلت لك أستاذ هاي الحكومة ما تفيد. واني اكو بعض الناس يقول لك والله خلي الحكومه تنتبه على الشعب وخلي الحكومه تفكر بالشعب وخلي الوزير فلان ووزير عدلان ووزير فلتان. انا ما احكي يمكن ما سمعتني انا اقول هذا طالب بالحكومه تسوي اصلاح وهذا. قلت لك هاي الحكومه انتهى فيلمها. يعني هي من حكومه العراق من 2003 ما فيها خير، يعني الا بالتغيير. نعم شكرا لك اخ محمد. مواطن من محافظه النجف يعبر عن غضبه من مصطفى الكاظمي بطريقته الخاصه بعد ان وعد الكاظمي بتلبيه طلبه اثناء زيارته الى النجف، لكن وراء 3 أشهر ما حصل اي شيء، الامر اللي جعل المواطن ينفجر غضب على الكاظمي ووعوده الكاذبه. خلونا نتابع. ورحمه الله وبركاته. طبعا هذا مصطفى الكاظمي رجل كاذب وفاشل ونصاب وكذب علي وضحك علي، قابلته وخذ طلب مني لما اجي النجف قبل 3 أشهر بعد بالشتاء الجو بارد، والله اني 7 ساعات قاعد باب الفندق الى ان طلع وطيت الطلب، قال لي بي رقم موبايل، قلت له وخذ الطلب وطلعت برا. فانا رساله لكل مواطن عراقي اوجهها، المسؤول يكذب عليكم ياخذ معكم معامله ياخذ طلب يواعدكم وما يفوت بعده نائب محافظ رئيس وزراء مدري منو اي مسؤول تستخدموا له هذا 24 جيبون صورته يستخدموها تستخدمون 44 حتى بلكي يحس شويه بلكي يقول انا ليش اكذب على مواطن واخلي المواطن يبقى بامل. ليش يا مصطفى الكاظمي ليش تعبتنا وتنشرنا ثاني يوم مره المقابله ثاني يوم تنشرنا وقبل المكتب الإعلامي مالتك مطلعنا على شكل قزام ومنظر مقزز وخليت الناس تضحك علينا تضحك علي آني. هاي المواطن اللي يتكلم عن وعود مصطفى الكاظمي إلى وشون انتظره وشون تعامل وياه وشون المكتب الإعلامي إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء تعامل وياه بنفس الطريقة، وراها الوعود كلها كانت فالسو على قولة المصريين. حول هذا الموضوع كتبوا يعني مواقع التواصل الاجتماعي، من موقع فيسبوك أخذنا من حسن عباس تعليق يقول عاشت إيده أفضل طريقة بالرد على الكاذبين. أما
انجال الحرب تقول هذا المقطع يلخص اشد مرحله يصل اليها الانسان من ياس وحرمان وظلم الى الله المشتكى. زياد طارق السامراء يقول يابا لا تعتب عليه، الرجال قالها بعظمه لسانه اني معقب معاملات وحاليا هسه هو ساعي بريد. اما ابو عقاب يقول ليش تضحكون على الشعب؟ ان شاء الله هو الشعب ينتصر عليكم، لان الكذب حبله قصير والظلم ما يدوم، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل قاتل وسارق وظالم للعراقيين. اذا مشاهدينا الكرام ملفاتنا اربعه ارجع اذكركم بها: تظاهرات الخريجين في العاصمه العراقيه بغداد والاعتداء على المتظاهرين، قضاء المدينه اللي يعاني من انقطاع التيار الكهربائي في محافظه البصره، عندنا روح المساعدة اللي قلت عند بعض الناس خوفا من الملاحقة العشائرية، وأيضا سلام الخيكان اللي ناشد بإيجاد وظيفة ووقفة أهالي محافظة ديقار مع ابن مدينتهم وشرائهم إلى سيارة حتى يقدر يسترزق من أداء وما يتعب، وآخر شيء مواطن من محافظة النجف اللي تعامل بطريقته الخاصة مع أكاذيب مصطفى الكاظمي. مشاهدينا الكرام ننتقل إلى قضية ثانية وهي الإنفوغرافيك. الإنفوغرافيك اللي موجود ويانا اليوم يسلط به قسم التواصل الاجتماعي مشكورين بقناة الرافدين الضوء على قضية مفصلية عن العراق اللي يعد واحد من أغنى بلدان العالم بقطاع النفط، واللي يعتمد بما نسبته 90% بموازناته على النفط. اليوم يعاني العراق من أزمة حادة بالوقود بعدد من محافظاته. خلونا نتابع هذا التقرير. وطن نفطك فلوسك بنزينك شفطوهن والشعب لازم سرق. لازم سرق. تعود أزمة البنزين لتطل برأسها على المواطن العراقي المثقل أصلاً من الأزمات وتبعاتها. المعني بالأمر وزارة النفط لا تعترف بالمشكلة من أساسها، إذ نفت وجود شح في الوقود وفسرت الازدحام على المحطات بزيادة الطلب على البنزين في هذا الوقت من فصل الصيف. أزمة الوقود ألقت بظلالها على محافظات عدة بينها نينوى والتأميم وديالى والأنبار، واشتدت في أربيل ودهوك بسبب فرق التسعيرة ولجوء المئات إلى الموصل للحصول على الوقود منها. أبناء الموصل حملوا الحكومة مسؤولية عودة الأزمة على الرغم من اعتماد نظام الزوج والفرد لأرقام لوحات تسجيل السيارات في عملية التزود بالوقود. وفي وقت تغلق العديد من محطات التعبئة أبوابها لعدم وصول البنزين المستورد من إيران، تعيش وزارة النفط في حالة إنكار بحسب لجنة النفط والغاز النيابية. اللجنة أقرت بتقصير الوزارة وشددت على ضرورة وضع آلية حقيقية لتوزيع المنتجات النفطية على المحافظات ومحطات التعبئة. وفي هذا الخصوص يقول خبراء نفطيون إن عملية توزيع المحروقات تخضع لجهات متنفذة ومدعومة من أحزاب سياسية تهرب بعض حصص المحافظات إلى خارج العراق، والهدف بيعها بأسعار أعلى وسط غياب الدولة والرقابة. ثمة أسباب أخرى، فالعراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، يشتري البنزين من إيران منذ سنوات ويدفع للإيرانيين أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي سنوياً في وقت انهارت فيه المصافي العراقية بسبب الفساد والمحسوبيات، وأبرزها مصفاة ويجي التي فككتها الميليشيات ونقلتها إلى إيران بعدما كانت توفر نحو 60% من حاجة العراقيين للوقود. كان هذا التقرير حول النفط في العراق والأزمة النفطية اللي موجودة بالعراق، وسببها الفساد، سببها السرقات، سببها إعطاء النفط العراقي إلى دول أخرى، سببها الولاء إلى دول أخرى مثل إيران والولايات المتحدة الأمريكية، سببها بيع العراق من أجل المحتل. قضية الخريجين بالعراق تكلمنا عليها بأول ملف ويانا، ونرجع لها بقضية الهاشتاج. هاي القضية مستمرة بمسلسل مقيت كريه، أيام أسابيع شهور والخريجين يظاهرون ويطالبون ويقدمون أوراق، يريدون واحد يسمعهم أو واحد يعينهم أو واحد ينفذ لهم مطلب من مطالبهم. أهم هاي المطالب هو توفير فرص عمل لهم حتى واحدهم يقدر يكون نفسه، يقدر يبني حياته، يقدر يعيش، لكن ماكو أي مجيب. خريجو كليات العلوم يطالبون بحقوقهم بالتعيين والتوظيف وإنصاف هذه الشريحة المهمشة على منصة تويتر، وغردوا تحت وسم علومي وأريد حقوقي. أول تغريدة ويانا من مصطفى محسن يقول
ليش وقت تبقى مسلوبة حقوقنا؟ وليش يعني إلا نطلع عن الطريق وبذاك الوقت تقولون مو خوش هاشتاغ علومي وأريد حقوقي؟ ومصطفى يقول 8 سنوات مضت على التخرج دون العمل في شهادتي، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، هاشتاغ علومي واريد حقوقي. ومنار محمد تقول اطلاق الاستماره للعلوميين وانصاف الاحتياط وصرف الرواتب جميعها حقوق للعلوميين ونطالب بها، هاشتاغ علومي واريد حقوقي. وعبد الله احمد يقول يا بح احنا ما رايدين غير بس انصافنا، خريجين من 2010 واكثر، فرحنا بالتعيين، فرحونا بالرواتب، وفرحوا عوائلنا، والله كتلنا الهبري، هاشتاغ علومي واريد حقوقي. اذا مشاهدينا الكرام كانت هاي التغريدات حول هاشتاغ حقوقي او عفوا علومي واريد حقوقي. اذا مشاهدينا الكرام نقلنا لكم بعض ما يعانيه الشعب العراقي من مشاكل، نقلنا لكم وقفة أبناء العراق مع أبناء مدنهم وبلدتهم، نقلنا لكم أيضا بعض الوعود اللي كاذبة من السياسيين إلى الناس والناس شلون تتعامل وياها. مشاهدينا الكرام أنا أرد أسأل سؤال قبل ما أختم هاي الحلقة، تتوقعون هذا الحال راح يدوم؟ زين إذا ما راح يدوم التغيير بيد منه؟ بيدكم لو بيدهم، أقصد السياسيين، إذا بيدكم فشلون يتغير؟ جاوبونا عليها بحلقات جاية إن شاء الله. نلتقيكم على خير باكر بإذن الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، انتظرونا، في أمان الله.